ثلاثة أعمال قلبية متعلقة ارتباط متعلقة تعلقا وثيقا بقضية التوكل، اثنان قبل التوكل وواحد بعدها. الاثنان اللذان قبل التوكل أو العملان اللذان قبل التوكل، أولا اليقين، ثانيا حسن الظن بالله. العمل القلبي الذي يلي التوكل الرضا. الرضا، أنتم يا جماعة متصورين هذه الأعمال القلبية الأربعة إيش معناها؟ متصورين اجتماع الأعمال القلبية الأربعة هذه ما معنى أن إيش يكون هذا الإنسان؟ متصورين يقين ثم حسن ظن ثم توكل ثم رضا، إيش بقي من الدين؟ هذا الدين، هذا الدين، وهذا والله، وهذه والله الحياة يا جماعة. يا جماعة يعني بعيدا عن احتقار أهل المعاصي والذنوب وأنه قد يكون في بعض أهل المعاصي من في إلى آخره، لكن متصورين كيف أنه الإنسان يعيش في الحياة وهو ما عنده توكل ولا يقين ولا رضا ولا كيف يعيش؟ كيف يعيش؟ كيف يمكن أن يعيش؟ بمعنى هل تتصورون أن الذي يعيش بهذه المعاني، هل تتصورون أنه لو خير، لو قيل له تعيش في أجمل قصر وأكبر ملذات الدنيا عندك ولكنك تعيش على شفا، يعني لا تفقد الإسلام، أنت مسلم تعيش في ذاك لكن محيط بك الفتن والمعاصي والشهوات، أو أنك تعيش متوسط الحال مستور الحال، لا أقول فقيرا محتاجا، متوسط الحال مستور الحال ولكنك بهذه الأعمال، ترى المؤمن ما يتردد. يعني ليس فقط ما يتردد أن يقول يعني الله يعوضنا في الجنة إن شاء الله، والله صعب الموضوع، لا 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 لا، هو يقول أصلا كيف الإنسان يعيش؟ كيف يعيش؟ كيف ممكن إنسان يعيش وهو غير متوكل على الله راض به؟ كيف؟ يعني أنتم متصورين ماشي، كثير من الشباب الآن ما هو مدرك، يعني صغير عمره 16 17 18 19 عايش في يعني تقلبات الحياة وسرعتها، جزاك الله خير، تقلبات الحياة وسرعتها ولذتها ومو منتبه. طيب أنت شئت أم أبيت، رضيت أم سخط، ستمر بك ابتلاءات، ستمر بك مشاكل في الحياة، ستمر بصدمات، ليس فقط الصدمات، ستمر بفراغات، فراغ قلبي، فراغ شعوري ستدركه بعد زمن. هذا الشيء لا يمكن أن يسد إلا بالله سبحانه وتعالى. لذلك أنتم ترون أن البعيد عن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يجلس فارغا، لا بد يشغل نفسه. لذلك تجدون مثلا اللي راح منكم الدول الأوروبية لاحظ هذا القضية، شدة التعلق بالخمور، جيد؟ وأيضا كل ما ابتعد عن الإنسان شدة أنا ما أقول شرب الخمر يا جماعة، ما أتكلم عن شرب الخمر، أتكلم عن شدة التعلق بالخمر، لأن الخمر ما تحقق لهم قضية إنه لذة سكر، مو هذه الفكرة، ترى هي الفكرة إنه تبعدهم، يعني تدخلهم في عالم وفي جو كما يقال ينسيهم كثير من الأشياء، فهم يرون فيها الأمل، يرون فيها المخرج. ولذلك ترون حتى في تعبيرات العرب في الجاهلية تعبيرات شيء عجيب فعلا، أحيانا يعني يجي الإنسان خاطر على أنه الإنسان على قدر ما فيه من التقصير والبعد، بس أنه يعني يأتي الإنسان خاطر أنه الملحد مثلا كيف عايش؟ يا جماعة كيف عايش؟ كيف ممكن يعيش؟ والله العظيم كيف ممكن يعيش يعني؟ وطبعا لازم قطعا، خذوا يا جماعة هذا شيء يقيني وقطعي، الإنسان اللي يتخلى عن الله سبحانه وتعالى لازم يكون عنده بديل. يعني ستجدونه يتعلق بشيء ضعيف، يتعلق مو يتعلق، يتشبث. هذا الشيء أحيانا يكون حبيب أو حبيبة، وهذا موجود، أحيانا يكون موسيقى، أحيانا يكون يا جماعة موضوع الموسيقى، جيد، بعيدا عن النقاش الفقهي فيها أنه حكم المعازف، بعيدا عن هذه القضية، في معاني ترى في الموسيقى مشكلة، معاني ما أتكلم من معاني الألفاظ، أنا أتكلم عما تجعل الإنسان يعني ترى فكرة أنه القرآن يكون مغني للإنسان ومشبع للإنسان والمعاني
وانه الموسيقى من طبيعتها المزاحمه. يعني الموسيقى مو من طبيعتها انها حصه تروح تسمعها خمسة دقائق وتخلص توقف. من طبيعتها، انا اتكلم عن مجمل حال الناس، مو معناها في استثناءات، مجمل حال الناس التعلق، انه ما يقدر يعيش بدونها. ويمكن احنا نلاحظ الان، يعني تجد انه في الشارع، في السياره، في المقهى، في المطعم، في 24 ساعه الانسان متعلق بها تعلقا.